اوكي بسم الله. اذا اليوم راح يكون اول محاضر عندنا في الكورس اللي هو كيميكال ريأكشن انجينيرنج 2. الريفرنس تبعنا زي ما شايفين قدامكم هو الالمز كيميكال ريأكشن انجينيرنج الفيفث اديشن موجود حاليا، ممكن تستخدموه كمرجع. هو سكوت فوجلر طبعا. الفورث اديشن قريب كثير، هو اختلاف شوي بتقسيمات الشابترز، يعني مصغرهم شوي وحاطط بعض الـ يعني وان شابتر اسمع 2 او 3 شابترز، فيعني ما بتفرق اي واحد تعتمدوا. انا عاده بحط اسم الشابتر. هلا هذا هون شابتر 7 مثلا موجود من اديشن الفورث اديشن، بالفيفث اديشن هو شابتر 9. فبدكم بس تكونوا منتبهين انه عم نحكي عن اي شابتر، عن اي سكشن. اوكي هلا اليوم رح تكون اول توبيك حنبدا فيه اللي هو الرياكشن ميكانيزمز والباثويز، حندخل على البايو رياكشنز كمان طبعا مش اليوم بس انه هذا هو الشابتر حنغطي فيه. ببدايه كل شابتر بفوجلر في بحط السينج لطيفه بيكون لها دخل بشكل او باخر بالتوبيك نفسه او بالشابتر نفسه. فبهذا الشابتر يعني انا حتى بحب اقراها واسمع منكم شو رايكم فيها او يعني شو بتوحي لكم. فهيك نقراها مع بعض هلا ونفكر فيها شوي. بقول لي the next best thing to knowing something is knowing where to find it. فبدي اول شيء واحد ترجم لي اياها بالعربي، شو يعني هاي الجمله؟ مين بيقدر يحكي لي شو معنى هاي الجمله بالعربي؟ The next best thing to knowing something is knowing where to find it. شو رايكم؟ بعتجمها؟ اسير عاش تفضل. انه ثاني افضل شيء انك تعرف شيء انك تعرف انك تلاقي هذا الشيء. جميل. اذا ثاني افضل شيء بعد ما انك تعرف الشغله انك تعرف وين تلاقيها لما تحتاجها. طيب هذا شو بيعكس لنا؟ شو بيعطينا ايحاءات؟ كيف تعكسها على دراستك، على الهندسه، على الكيميكال انجينير بشكل عام؟ شو رايك؟ هذا افضل صراحه. هذا المثال لازم مع احترامي نفرجيه دكاتره قسمنا، لازم نفرجيهم اياه. لانه بعض المشاريع يعني بيحكي لك مثلا اكتب لي عن هذا الموضوع من دون ما يحكي لك انك وين مثلا تلاقي او يعطيك مصدر واحد على الاقل انك تلاقي عن هذا الموضوع. فانت رح نعمل جوجلز نحاول نضل نلاقي كتب عن هذا الموضوع وابصر شو ابصر، يعني رح كنا نتغلب. فهذا الشيء كثير مهم بالحياه يعني صراحه، انه يدي حد يدلك وين انك تلاقي. مثلا يحكي لك انا حاب موضوع، تحكي له مثلا انا حاب موضوع فدلني على مصدر ادرس منه هذا الموضوع. طيب هي وجهه نظر، بس هو برضه انت يعني افرض انت هلا خلصت من الجامعه ومن الدكاتره ومن كل هالاشياء، وهلا صرت انت في مكان يعني انت بدك تبحث فيه عن المصدر، بتقدر ولا ما بتقدر؟ لا بقدر، تعودت من السريع. هي النهار عاملين لكم اياها احنا، انه تعرف من الاخر تدور على مصادر وتلاقيها من غير ما نحتاج مساعدتنا، يعني هاي الفكره الاساسيه. طيب شكرا يا سراج. مين عندك كمان تعليق ثاني على هاي المقوله؟ نسمع مشاركات. يلا صبايا شباب، اي شيء خطر على بالكم. يلا واضحه بالنسبه لكم؟ مين مش واضحه بالنسبه له؟ شو رايك يا ايات؟ ها بدي انقي ايات انا هلا. دكتوره انه اي شيء مثلا بدي اعرفه لازم اروح ادور، يعني خلص مش مجرد اني بس عرفته خلص، لازم اني اروح ادور على المكان اللي موجود فيه واتعمق مثلا بفكره معينه، او انه يعني لازم اتعب حتى اوصل لفكره معينه ادور من موجوده وابحث فيها وهيك. جميل. ها هي وجهه نظر برضه ثانيه حلوه، الموضوع التعمق وانه بتصير الواحد بيقدر يلاقي يعرف وين في مصادر مختلفه. جميل جدا. لين احمد شو رايك لين؟ ممكن انه يعني المعرفة بإشي مش كافية، يعني طالما الإشي يعني ممكن انك تلاقي فيزيكالي خلينا نحكي، يعني بس انه يعني الإشي مينينجلس بضل اذا انت بس عرفته، لما تروح تدور عليه بيكون مينينجفول اكثر. جميل. المعرفة الحالة ما بتكفي. بعدين هاي كمان شغلة تانية لها علاقة بالتوثيق. انتو كتير اوقات بنطلب منكم مشاريع زي ما حكيتوا قبل شوي، وهيك كتير ضروري انه لما تكون عم تشتغل على مشروع وبتكتب ريبورت معين، اي معلومة تجيبها من اي مكان تكتب التوثيق تبعها الريفرنسينج. اوكي لانه بالاخر رح تضطر ترجع لها مره ثانيه، وبتصير بدل ما تضيع وقتك مره ثانيه تدور على المصدر، لا بس يعني عندك الريفرنس موجود فبترجع له بشكل مباشر. جميل. فهي هاي بس يعني نوع انواع انه نشغل مخنا شوي نفكر باشياء ثانيه. هلا شو حنسوي بهذا الشابتر؟ بعد ما نخلص هذا الشابتر حنكون احنا عندنا قدره انه نعمل ديسكشن لشيء اسمه بسودوسيد ستيت هايبوثيسيس، ونشوف كيف نطبق بحل الرياكشن انجينيرنج بروبلمز، نكتب رياكشن باثويز لو سم كومبلكس رياكشنز، نشتغل شوي على الانزيم زي ما حكينا وكيف تشتغل ككاتاليست،
وكيف الميكاليس مينتن كيناتكس بتطبق والريت لو كيف العلاقه بالتمبرتشر وبشوف كيف بالنهايه نفرق بين انواع مختلفه للانزيم انهبيشن. هذا المين 5 توبكس او مين 5 بوينتس اللي حنغطيهم خلال هذا الشابتر. هلا زي ما قلنا اول شيء اللي هو السودو ستيدي ستيت هايبوثيسز، دائما كلمه السودو يعني الشبه تقريبا، والستيدي ستيت احنا ما بنعرف شو يعني، هايبوثيسز هي الفرضيه. هلا هاي السودو ستيدي ستيت هايبوثيسز شو تعريفها او شو هي؟ بحكي لي انه النت ريت اوف رياكشن اوف اكتيف انترميديت از زيرو. فاحنا حنشوف شو يعني نت ريت وحنشوف شو يعني اكتيف انترميديت، حنطبق على هذا الرياكشن اللي كثير معروف بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو 2NO بلس O2 بيعطيني 2NO2، وحنشوف كيف لها علاقه هاي الفرضيه بالانزيم كيناتكس، يعني شو دخل هدول التو توبكس ببعض، ايش حاطينهم بالشابتر واحد. هاي الهايبوثيسز هي الرابط العجيب بيناتهم. اوكي فنبدا اول شيء بتعريفنا للالمنتري ونون الالمنتري رياكشنز او نون الالمنتري ريت لوز. عفوا هلا احنا من ماده الرياكشن 1 درسنا انه في شيء اسمه ريت لو، ومعظم الريت لوز اللي كنا نتعامل معهم في رياكشن 1 اللي هي كانت باور لو اللي هي ماينس ار بيساوي كي في سي اي، كي في سي اي تكس سكويرد، او حتى كي لحالها تكون الاوردر اوف رياكشن بتساوي زيرو. فهلا الريت لو والنون انتجر باورز هم كمان نوع ثاني من انواع هدول الريت لوز، بيكون مثلا زي هذا التفاعل الريت لو تبعته كي في سي للرياكتنس CH3CHO للباور 3 اوفر 2، 3 اوفر 2 هو 1.5 يعني نون انتجر، مو زي السمبل باور لو اللي بيكون الباور عباره عن انتجر نمبرز. كمان في انواع ثانيه من الريت لوز بتكون فيها مقام وبسط نيوميريتر اند دينوميريتر، وبكون في بالبسط اشار الجمع، بكون في باورز مختلفه على الكونسنتريشنز، مثلا هذا الرياكشن هيدروجين زائد برومين بيعطينا هيدروجين برومايد، K1 في CH2 في CBr2 power 3 over 2 في CHBr زائد K2 CBr2. هذه برضو نوع ثاني من الرياكشنز. هلا هدول الرياكشنز او الريت لوز كثير اوقات بنسميهم elementary rate law. elementary rate law شو هو؟ هو الرياكت الريت لو اللي بقدر اكتبه دايركتلي من الرياكشن المكتوب عندي باستخدام الستوكيومتريك كوفيشنز. يعني مثلا لو كان هذا الرياكشن elementary بقول انه الريت لو له هي عباره ماينس ار اي في كي ل كي في سي لل سي اتش تي سي اتش او للباور 1، ليه؟ لانه الستوكيومتريك اوبشن تو متساوي 1. لو كان هذا الرياكشن فولوز اليمنتري ريت لو، اذا مذكرين كلمه فولوز اليمنتري ريت لو، معناته انا بقدر اكتب دايركتلي الريت لو من الستوكيومتريك ايكويشن. هاي الطريقه هون مثلا لو كان هذا اليمنتري بتكون كي كي في سي اتش 2 في سي بي ار 2 للباور 1، التنتين هون تكون باور 1 لانه هون الستوكيومتريك اوبشن تساوي 1. هدول النوعين هم عباره عن نون اليمنتري رياكشنز. هلا منهم بيجوا هدول، بيجوا انه هذا التفاعل ما بصير بخطوه واحده، يعني اصلا كلمه elementary reaction شو يعني؟ انه reaction بيتم بخطوه واحده، يا اما بكون في reactant واحد تحت ظروف معينه مثلا بصير له decomposition وبتحول لشغلتين زي هذا مثلا، بتحول لميثين وسي او، فلو كانت هذا لو كان هذا التفاعل بيتم بخطوه واحده كان فعليا هو عباره عن elementary reaction، وكان لقينا انه الريت لو له هاي الباور بتساوي واحد. لو كان هذا التفاعل بيتم بخطوه واحده اللي هو الهيدروجينيشن للبروماين، برضه حنلاقي انه حيكون عندها ال H2 بتفاعل دايركتلي مع ال BR2 بخطوه واحده بيعطينا ال HBr. طبعا هون واضح انه صعب يكون هذا الحكي يتم، لانه هون في عندنا كسر لهي البوند وكسر لهي البوند وبعدين تكوين لبوندز جديده بين ال H والBr، فديفينتلي الموضوع ما بيتم بخطوه واحده، عشان هيك بنلاقي انه الريت لوز ما بتكون شكلها شكل الالمنتري رياكشنز. هلا مرات التفاعل ما بيكون الالمنتري رياكشن لكن الريت لو بيطلع بالنهايه بسبب مجموعه من الظروف بيطلع شكله اليمنتري، لكنه فعليا ما بيكون اليمنتري، يعني مو دائما انه اذا كان فولوز اليمنتري ريت لو معناته هو اليمنتري رياكشن. فنفرق بين هدول المصطلحين، انه هل هو فعليا اليمنتري رياكشن وبالتالي دايركتلي بكتب بالريت لو مباشره له، او انه هو رياكشن فولوز اليمنتري ريت لو. وهلا كمان شوي حنشوف ليش كثير اوقات انه بعض الفيرست اوردر رياكشن بيبينوا لنا انهم اليمنتري رياكشنز why they are not really elementary reactions. ماشي الحال. فهلا هدول الريت لوز اللي بيكون ظاهرين بهذا الشكل اللي هو نون اليمنتري اصلا بيكونوا مكونين من مجموعه من الرياكشنز، هدول الرياكشنز هم الخطوات، هدول هم الالمنتري رياكشنز، وبعدين بيكون في على الاقل عندنا وان اكتيف انترميديت. اوكي وان اكتيف انترميديت هذا اللي بينتج لي بخلي لي الريت لوز بيكون شكلهم بهذا الشكل. شو يعني اكتيف انترميديت يا جماعه؟ عم نحكي صرنا ساعه اكتيف انترميديت، بدنا نفهم شو يعني اكتيف انترميديت. هذا الاكتيف انترميديت عباره عن ايش؟ عباره عن مولكيول هايلي انرجيتك ورياكتيف. اوكي يعني هو هايلي انرجيتك اند رياكتيف ستيت. فشو يعني هاي انرجيتك؟ يعني الانرجي تبعته كثير عاليه،
هو كتير رياكتيف. شو معنى رياكتيف؟ انه مجرد ما يتكون بروح على طول بتحول لشيء ثاني. اللايف تبعته قصيره جدا، شورت لايف، يعني 10 قوه سالب 14 سكند تقريبا. اول ما يكون على طول بيختفي وبتحول لشيء ثاني. عشان هيك احنا عاده ما بنقدر نلقطه، ما بنقدر نشوفه بالتفاعل. يعني لو اخذت عينه من التفاعل من الرياكشن ميكستشر وحطيتها بالجي سي او باي جهاز تحليل، رح ما راح الاقي هذا الاكتيف، ما راح اشوفه، ما راح اقدر اني القطه، لانه بسرعه يمكن انا عم باخذ عينه اختفى تحول لشيء ثاني. اوكي، فهذا لهذا السبب، لانه شورت ليفد وبتختفي مجرد تكونه، نحكي ان النت ريت له بتساوي تقريبا زيرو. فهاي هي حكينا قبل شوي كلمه سودو ستيدي ستيت هايبوثيسس، هي انه في عندي اكتيف انترميديت والنت ريت لهذا الرياكشن تبع الاكتيف انترميديت بتساوي زيرو. بسميه اي ستار مثلا، اذا كان اي شيء بحط عليه ستار، كلمه ستار تبين انه هو اكتيف انترميديت. طبعا كيف بتكون هذا الشيء اللي هو الاكتيف انترميديت؟ يا اما يكون في عندنا كولجن بين المولكيولز او انتر اكشن بيناتهم من بعض، بيكون جزء من هذا المولكيول انكسر فتكون منه جزء من المولكيول ببوند معينه، بيروح بتفاعل مع بوند ثانيه من الرياكتنت الثاني بيعطيني اكتيف انترميديت. لكن بجرد ما يتكون برجع مره ثانيه بتصير ديكومبوزيشن وبتحول لشيء ثاني. تمام، مين اللي شاف هذا الشيء؟ مين قدر يثبته فعليا؟ العالم اللي هو احمد زويل اللي توفى بالفتره، هو اخذ النوبل برايز بال 99 نتيجه انه عمل فيمتو سكند سبكتروسكوبي. الفيمتو اللي هي اقل من النانو، اقل من كل هاي الاشياء، الفيمتو 10 قوة ناقص 15. فعمل سبكتروسكوبي بيقدر يلقط شيء بيتحرك او بتكون خلال فيمتو سكند، فبالتالي قدر يلقط. شفتوا قبل شوي احنا حكينا هو تقريبا 10 قوة ناقص 14 الحياه تبعت هذا الاكتيف انترميديت، فقدر عن طريق استخدام هذا السبكتروسكوبي يشوف انه في عندنا تغير في الانرجي. اوكي، هذا اسمه رياكشن كوردينيت، بيقيس الانرجي الموجوده في رياكشن ميكستشر للموجود عندنا. فبالتالي بين عنده انه في عندنا في مرحله من المراحل هاي الانخفاضه التروف بنسميها. اوكي، هاي التروف ليش تكونت؟ بسبب الاكتيف انترميديت. يعني عندي هذا التفاعل مثلا عباره عن سايكلو بيوتين، يعني سايكلو بيوتين تحول لإيثيلين. اوكي، فلاحظوا انه من غير ما اكون عارف ان في عندي اكتيف انترميديت وغير ما استخدم فيمتو سكند سبكتروسكوبي ما راح يبين عندي، حيوصل انه والله الماكسيمم هون وهذا الماكسيمم راح يتكون عندي بعديها البرودكت. لكن بالفيمتو سكند سبكتروسكوبي قدرنا نشوف هاي التروف. لاحظوا هون في عندي اكتيف انترميديت، البوند هون مكسوره وبعديها تكون هذا البرودكت اللي هو الإيثيلين. تمام، فالفكره انه احنا لما يكون عندنا رياكشن في انت اكتيف انترميديت، هذا الرياكشن اللي حيكون عنده هاي التروف وهاي الاكتيف انترميديت سيتس بهذا التروف. اوكي، فهون دائما نكون عارفين انه في تغير معين، في استقرار سريع، استقرار يعني لحظي للانرجي الموجوده في الرياكشن ميكسوم، زي ما حكينا احنا ما بنشوفها، ما بقدر انه نعينها او يعني نثبت وجودها. فهو العالم اللي اثبت وجود الاكتيف انترميديت باستخدام الفيمتو سبكتروسكوبي اللي هو احمد زويل. تمام، ناخذ الاكزامبل تطبيق على هذا الحكي اذا ما في عندكم اي سؤال. في حدا عنده اي سؤال؟ تمام، فهلا ناخذ هذا الاكزامبل تطبيقا على فكره الفودس ستيت هايبوثيسيس، نشوف كيف على ارض الواقع بدنا نحطها وشو طبيعه الاسئله اللي حندور عليها. هلا بقول لي الغاز فيز دي كومبوزيشن اوف ايزو ميثين، نرمز له بالرمز ايزو اي زي او، تعطينا ايثين اند نيتروجين. هاي الايزو ميثين عباره عن منتج مكون من سي اتش 3 باي 2 ان 2، بصير له دي كومبوزيشن بتحول الايثين سي 2 اتش 6 زائد ان 2. لما عملوا الاكسبيرمنت وطلعوا الريت لو من الفيتنج للداتا، زي ما بتذكروا اذا بتذكرين ب رياكشن 1 بشابتر 5 يمكن كانت، اللي هو بيجي عندنا هذا الريت لو، فلاحظنا انه الريت لو بهذا الشكل. طب هذا الريت شكل معناته الالمنتري، طب من وين بيجي؟ فاذا شو الخطوات؟ بدنا نعمل اكسبيرمنت تجارب بالمختبر، نعمل فيتنج للداتا، بطلع احسن فيت بطلع الريت لو. هلا من الريت لو بدي ادور على ميكانيزم اوكي تتناسب مع هذا الريت لو. فالسؤال بيقول لي هاو ديد ذس ريت لو كم اباوت وسجست ا ميكانيزم كونسيستنت وذ ذا ريت لو. في شغله مهمه هلا بنفهمها، احنا على مستوى البكالوريوس وي سجست ا ميكانيزم وتكون كونسيستنت مع الريت لو، راح نتعلم كيف نعمل هاي الميكانيزم. لكن حصولنا على هاي الميكانيزم لا يعني بالضروره انه هاي الميكانيزم الوحيده الصحيحه لهذا التفاعل. احنا يعني هلا على مستوى البكالوريوس مهمني اني على الاقل اوصل لميكانيزم واحده، لكن هذا لا يعني زي ما بقول لكم انه هاي هي الميكانيزم الصحيحه حتى لو كانت متوافقه مع الريت لو.
الفكرة إنه ممكن مرات تكون متوافقة لكن يكون في إشي تاني أضبط، في إشي تاني هو الصحيح. فبس هاي خلوها ببالكم يعني من ناحية فنية هندسية علمية بحثية. أوكي طيب، إذا عندي هذا التفاعل، لاحظوا التفاعل في عندنا K في concentration للرياكتنت البي على 1 زائد K prime رقم تاني concentration للرياكتنت لقوة 1. إلا الميكانيزم المقترحة اللي قلنا شو هي الميكانيزم المقترحة؟ إنه هي عبارة عن مجموعة من الخطوات اللي هي elementary reactions لما بجمعهم مع بعض يعطيني هذا الفاينل رياكشن. فهون المقترح انه لاحظوا احنا عندي هي هون انه الاثنين مولكيولز من الايزو اللي هي رمزناها الاي هلا تفاعلوا مع بعض اعطوني اي ستار اللي هو الاكتيف انترميديت زائد اي، وهذا ريفرس رياكشن له، يعني هذا الرياكشن المفترض انه هو ريفرسبل. فالفورورد رياكشن الريت كونستنت بتساوي كي 1 والريفرس رياكشن اللي هو الريت كونستنت له كي 2. بعدين هذا الاكتيف انترميديت شو بصير فيه؟ بده يعمل له ديكومبوزيشن بتحول لبي ان سي اللي هم الايثين زائد النيتروجين. اوكي هلا عشان نفهم الموضوع صح، لما انا بدي اكتب ميكانيزم بدي اتاكد انه هاي الميكانيزم لما بجمع خطوات تبعتها ايش مالها، راح تكون هاي الخطوات الثلاثه او الاثنين حسب ايش موجود عندي بيعطيني الاوفر اول ريت اوف رياكشن. هذا الاوفر اول رياكشن تمام، يعني انا لما اكتب الخطوات لازم يطلع عندي بالنهايه اي بيعطيني بي زائد سي. هلا احنا بنفترض ان هاي هي الاي وهاي البي وهاي السي. اوكي فركزوا معي شوفوا هلا كيف الاي زائد اي بيعطينا اي ستار زائد اي، فهلا هاي الاي راح مع واحد من الاي، يعني فعليا عندي بس اي بيعطيني اي ستار. هذا التفاعل مش محسوب لانه هو هذا التفاعل نفسه ريفرس رياكشن. ففعليا هلا شو عندي؟ عندي اي بيعطيني اي ستار كانه، وبعدين الاي ستار هاي بتعطيني بي زائد سي. لما اجمع الرياكشن الاول اللي هو ريفرسبل رياكشن مع الرياكشن الثالث هذا رح يطلع عندي انه الاي بيعطيني بي زائد سي، لانه الاي ستار رح ترمها الاي ستار عادي نجمعهم كانه عم نجمع معادلات كانه نجمع اي شيء ثاني. فهون لاحظوا انه هدول الخطوات ثلاث خطوات اللي هم فعليا خطوتين انه واحد ريفرسبل رياكشن والثالث عباره عن فورورد رياكشن بيعطينا انه الار 1 اي بيعطينا الاوفر اول رياكشن اي بيعطيني بي زائد سي. هلا زي ما قلنا انه كل ستيب من هدول الستيبس بتكون اليمنتري ستيب، وبالتالي بقدر اكتب الريت لو الها مباشره من المعادله تبعتها. فهلا الار 1 اي ستار اللي هي اول تفاعل عباره عن ايش؟ اللي عم نكتب احنا الاي ستار ان احنا نتذكروا الاساس تبعنا انه النت ريت اوف رياكشن اللي هو النت ريت اوف اكتيف انترميديت عباره عن بده يساوي صفر. مين الاكتيف انترميديت عندنا بهاي الحاله؟ هو الاي ستار. الفكره انه تو مولكيولز من الايزو عم بتصير لهم كولجن بينهم من بعض، واحد بضله زي ما هو والثاني بصير له اكتيفيشن بتحول لاكتيف انترميديت. هذا الاكتيف انترميديت بده بعدين يصير له ديكومبوزيشن بصير بي زائد سي. هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي اطلع النت ريت للاي ستار اسويه بالزيرو. عشان اطلع النت ريت للاي ستار بسويه بالزيرو بدي اكتب النت ريت للريت للاي ستار الجاي من كل واحد فيهم. هلا باول تفاعل الاي ستار عباره عن برودكت، فبتذكروا احنا بنكتب الريت اوف رياكشن بقول الريت اوف رياكشن بتساوي الكي 1 الريت كونستانت ضرب الكونسنتريشنز تبعت الرياكتنس كل واحده مرفوعه على الباور تبعتها. فهي هاي في سي اي في سي اي طبعا معناها سي اي سكوير، والاي ستار هون عباره عن برودكت فبالتالي بتكون هون موجب. الار 2 اي ستار لاحظوا هذا التفاعل الكي 2 مضروبه في سي اي ستار في سي اي، لكن السي اي ستار هون الاي ستار هون عباره عن رياكتنت فبتكون بالسالب. الار 3 اي ستار هون هي عباره عن برضه سالب لانه الاي ستار رياكتنت K3 في السي اي ستار. فكتبنا الريت لو لكل واحده من هذول الستبس. هلا انا بدي اطلع النت ريت يعني بدي اجمعهم كلياتهم الثلاثه مع بعض. فلما بدي اجمع النت ريت لهم بدي يطلع معي انه النت ريت بتساوي ار 1 اي ستار زائد ار 2 اي ستار زائد ار 3 اي ستارز، بجمعهم مع بعض بسويهم بالصفر. هلا شو الهدف من هذا الحكي؟ اني اطلع سي اي ستار بذات اشياء انا بقدر اقيسها. ليش؟ تذكروا احنا قبل شوي قلنا لما بدي اخذ عينه من الرياكشن ميكستشر واحللها ما راح الاقي الاي ستار اصلا، ما حقدر اقيس الكونسنتريشن للاي ستار، فبالتالي ما بقدر اكتب الريت لو بدلاله الاي ستار لانه هذا الشيء ان مجربل ما بقدر اقيسه ما بلحق اشوفه. فشو اللي بصير هلا بهي الحاله؟ بحط هاي الفرضيه تبعتي انه النت ريت اوف الاكتيف انترميديت بتساوي صفر، بطلع الكونسنتريشن للاي ستار او الاكتيف انترميديت دلاله اشياء انا بقدر اقيسها، وبعدين بكتب الريت لو. هلا الريت لو شو هو؟ لاحظوا احنا الريت هو الريت اوف برودكشن للبرودكت تبعنا او الريت اوف كونسامبشن للرياكشن تبعنا. يعني اذا رجعنا على الرياكشن الاصلي هذا اللي هون هون انا الماينس ار اي، الاي باعتبار هو الايزو، بتساوي ايش؟ يا اما الريت اوف كونسامبشن للايزو او الريت اوف برودكشن للسي 2 اتش 6 او الريت اوف برودكشن للان 2 اللي هي الريشيو بينهم 1 تو 1 تو 1. فاحنا هلا بالنسبه لنا ما عندنا مشكله، اي واحد فيهم رح يحل لي المشكله، يعني الماينس ار اي بتساوي الماينس بتساوي الار بي بتساوي الار سي.
فأنا طوعت الـ RA أو الـ RB أو الـ C وعوضت فيهم بدلالة الـ CA star رأى أطلع هذه الـ overall rate low. فشو بدي أساوي هلأ هون؟ بعد ما كتبنا هدول الثلاثة elementary actions بدي أقول إنه أتذكر العلاقات الموجودة إنه الـ R1A بالنسبة لهون يساوي minus R1A star لأنه الـ A reactant والـ A star product. الـ R3B بتساوي minus R3A star برضو الـ rate of production للـ B حتساوي إيش؟ بهذا الرياكشن بتساوي ماينس ال R3 لل A star. هلا احنا قلنا يا اما بيطلع ماينس RA يا اما RB يا اما RC. اوكي ال A هو موجود عندي بتفاعلين، فانا اذا طلع ال RA حقول انه هي عباره عن R1A زائد R2A. اوكي يطلع ال B بقول انه هي ال RB من التفاعل الثالث، يعني احنا هذول واي تفاعل بنتج لي B بس التفاعل الثالث. ففعليا الريت تبع الاوفر اول رياكشن اللي هو الايزو بيعطيني ميثين زائد نيتروجين هو حيكون بالضبط نفس الريت تبع هاي الستيب، لانه هون بس عم ينتج البي. فبالتالي الاوفر اول ريت اوف رياكشن حتساوي كي 3 في سي ستار. اوكي اللي هي جاي هون الريت اوف فورميشن اوف برودكت اللي هو الار بي جاي من تفاعل واحد اللي هو الار 3 بي. فبالتالي الار 3 بي اللي هو النت بتساوي الار 3 بي وهو نفسه الماينس ار 3 اي ستار اللي بتساوي كي 3 في سي ستار. فهون وصلنا لمربط الفرس، قلنا الريت النت ريت اللي هو الريت اوف فورميشن البرودكت اللي انا بدي اطلعه اللي بدي اشوف هل هو فعلا هاي الميكانيزم كونسيستنت مع هذا الرياكشن. بدي اقول انه الار بي هاي بدها تشوف بتساوي الار 3 بي لانه البي بس منتجه هون، والار 3 بي بتساوي ماينس ار 3 اي ستار من السيكومتريك ريليشنز اللي تعلمناهم سابقا برياكشن 1. بالتالي هون بيطلع معي انه كي 3 في سي اي ستار. شايفين اذا طلع معي بدلات السي اس ستار، انا سي اس ستار ما بقدر اقيسها، بالتالي بستخدم السودو سيدي ستيت هايبوثيسز هلا عشان طلع السي اس ستار بدلاله اشياء بقدر اقيسها اللي هم يا اما الرياكتنس يا اما البرودكت يا اما اي ام بي ام سي. فعشان هيك بستخدم هاي الهايبوثيسز بحط هذول الرياكتنس الريت لوز مع بعض، باخذ النت ريت للاي ستار بيطلع معي سي اس ستار بتساوي كي 1 سي اي سكوير كي 3 زائد كي 2 في سي اي. فشو بعمل؟ بمسك هذا السي اس ستار بعوضها هون وبشوف بقارنها بالـ overall rate of reaction طلع معي. فبطلع معي RB بتساوي K1 K3 CA squared على K3 زائد K2 في CA. تمام؟ فلاحظوا هلأ إنه الـ RB على واحد بحسب هاي المعادلة بتساوي RA minus واحد لأنه reactant. فبالتالي الـ RA بتساوي minus RB بتساوي هذا الحكي، وبالتالي minus RA اللي أعطانا إياها من الـ experiment شو بتساوي؟ K في CA squared على واحد زائد K prime في CA. فلو قسمنا هذا المعادلة البسط المقام على K3 عشان أسوي هاي الواحد زيها شو بطلع معي؟ بطلع معي K1 في CA squared على 1 زائد K2 على K3 في CA. صح؟ معناته ال K high هي نفسها ال K1 وال K prime هي نفسها K2 على K3. طلع consistent؟ Yes طلع consistent. هل هاي الميكانيزم consistent مع rate law؟ Yes. هل هي الشيء الوحيد الصحيح زي ما قلت لكم قبل شوي؟ لا مش هي الشيء الوحيد الصحيح، لكن قد تكون أحد الخيارات الصحيحة بالنسبة لهذا التفاعل. أوكي؟ هلأ فهمنا الكونسبت شو اللي عم نعمله إحنا؟ شو الهدف اللي عم نسويه؟ الهدف انه اشتغل فيهم ستيب باي ستيب عشان اوصل للريت لو واشوف هل هو فعلا كونسيستنت مع الاكسبيرمنتال ولا مش كونسيستنت. هلا بس ارجع لكم لنقطه مهمه انه زي ما انتم شايفين هون الار اي على ماينس 1 بيساوي ار بي على 1. هلا انا كان ممكن بدل ما انا اخذ الريت اوف فورميشن اوف برودكت اللي هي الار بي واقول هي بتساوي ار 3 بي، اقول انا لا انا بدي الار اي. اوكي فانا بدي الار اي، فبدي اخذ ار 1 اي ستار زائد ار 2 اي ستار. اوكي لانه الاي موجوده بهذا التفاعل هذا التفاعل مش موجوده هون. فانا لو الار النت ريت للاي هي بتساوي ار 1 اي ستار زائد ار 2 ستار اللي بتساوي كي 1 في سي اس سكويرد ناقص كي 2 في سي اي في سي اس ستار. تمام؟ هلا لاحظوا برضه طلع عندي سي اس ستار، فبرضه الفكره انه هلا جربوها انتم بايدكم. لو اخذتوا الار اي مش ار بي، لو اخذتوا الـ RA وقلتوا هي بتساوي K1 CA squared minus K2 CA في CA star واخذتوا CA star هاي هون وعوضتوا مكانها بهاي القيمة ورجعتوا رتبتوا المعادلة، الأصل انه يرجع معكم يطلع نفس هاي المعادلة. اوكي فانتوا you can use RA أو RB ما بتفرق، بس المهم انكم عارفين أي steps اللي تستخدموها. ليش RB بهاي الحالة أسهل؟ لأنه دي مكون أو موجود بس بإلمنتري step واحدة، فانا بقدر استخدمها مباشره واعوض مكانها وانتهى الموضوع. لكن لو ما كان هذا الكيس هو الموجود بقدر استخدم اي واحد من البرودكتس او الرياكتنتس كونسبشن او فورميشن واستخدم الريت تبعتها حسب اشوف وين الستبس الموجود فيها هاي واعملها اطلع النت ريت تبعها واطلع الريت لو اقارن بالاكسبيرمنتال ريت لو. تمام مفهوم الفكره؟
أي سؤال؟ طيب هلا في شغلة كتير مهمة، إنه مثلا من وين عرفوا أصلا إنه هذا التفاعل نون إليمنتري؟ أوكي، شو الإكسبرمنت اللي عملوها عشان يطلع معهم إنه هذا التفاعل هاي الريت لو تبعته؟ شوفوا مرات شو اللي بيصير، إنه مثلا هلا إحنا هذا هو التفاعل تبعنا صح؟ لو فرضنا عم نشتغل ببداية الرياكشن، أوكي، شو اللي بخلي الساينتست اللي عم بيشتغل على هذا الرياكشن يعرف إنه هذا نون إليمنتري؟ بكون الساينتست عم بيشتغل، تعرفوا احنا لما نبلش الرياكشن بتكون الكونسنتريشن تبعت الرياكتنت عاليه، بعدين بيتم استهلاك الرياكتنت وبنزل الكونسنتريشن تبعت الرياكتنت. فشو اللي صار بهاي الحاله مثلا بهذا الاكزامبل؟ انه لما بدا الرياكشن كان الكونسنتريشن تبعت الرياكتنت اي عاليه، فشو بيصير؟ لاحظوا انه حسب الرياكشن هون لو كانت الكونسنتريشن عاليه بنطلع دائما احنا على القيم اللي بتكون مجمعهم مع بعض عشان نشوف انه مين بياثر على مين. فلو كانت الكونسنتريشن تبعت السي اي عاليه هتكون هاي الترم K2 في CA أكبر بكتير من K3، أوكي؟ فشو اللي رح يصير؟ رح نقدر نعمل neglect لK3 بالمنظر العام بالbig picture، ورح يبين معي كأنه التفاعل K1 K3 CA squared على K2 CA، كأنه لما أبسطه بطلع معي apparent first order، أوكي؟ فاللي بين معهم ببداية التفاعل لما عملوا fitting للداتا إنه التفاعل first order. بعدين لما مشينا بالتفاعل عم بتقل الكونسنتريشن تبعت الـ A، فبتصير عندي الـ K2CA أقل من الـ K3، فراح تأثير الـ K2 في CA، فصار التفاعل الـ rate تبعته K1 في K3 CA squared على K3. ففعلياً بالتجربة طلع معه على low concentration للـ CA إنه التفاعل second order. طبعاً التفاعل مش ممكن يكون مرة first order ومرة second order، يعني المفروض إنه خلص يا first order يا second order يا إشي تاني. فبما انه مره فيرست اوردر حسب الكونسنتريشن ومره سكند اوردر، معناته لا التفاعل لا فيرست اوردر ولا سكند اوردر، التفاعل نون اليمنتري، وبالتالي وصلوا لهذه الريت لو اللي احنا شفناها قبل شوي اللي هي كي في سي اس كود على 1 زائد كي برايم سي اي. هاي الصيغه هي اللي بتحقق انه عند الهاي كونسنتريشن فيرست اوردر، عند اللو كونسنتريشن سكند اوردر، عملوا لها فيتنج طلعت ظابطه، اوكي اذا هل هو الريت لو. منها رجعوا عملوا البحث على الميكانيزم، وزي ما شفنا انه والله حطينا هاي suggested mechanism وطلعت consistent مع الريت لو. تمام، اذا بنضل نفكر احنا انه النون اليمنتري اكشنز ببينوا من الاكسبيرمنت، بعدين لما بنطلع الريت لو من الاكسبيرمنتال داتا بدنا نعملها suggestion لا ميكانيزم تتوافق مع هاي الريت لو. تمام، فهلا لما بنحكي احنا عن اكتيف انترميديت في عندنا انواع من الاكتيف انترميديت، حكينا قبل شوي انها بتنتج من الانتر اكشن او الكولاجين بين الرياكتنتس او ممكن الرياكتنت مع البرودكت حتى. ففي عندنا انواع من الاكتيف انترميديت، واحده منهم اللي هي الانستابل مولكيول اللي حكينا معها عنها من شوي، اللي هي الاكتيفيشن اوكيرز وين ترانزليشنال كاينتيك انرجي از ترانسفيرد انتو انرجي ستورد ان انترنال ديجريز اوف فريدم بارتيكولاري فايبريشنال ديجريز اوف فريدم، اللي هو بتكون بالبوندز نفسها، يعني البوندز بتصير في عندنا اكتيفيشن لها، الكاينتيك انرجي الموجوده جوا البوندز بتنتقل لشيء ثاني اللي هي الفايبريشن ديجري اوف فريدم، فهون بصير في عندنا انستابل مولكيول. اوكي، النوع الثاني اللي هو الفري راديكلز، احنا عارف شو هم الفري راديكلز، انه يكون في عندي one or more unpaired electron موجود عند على هاي المولكيول، فبالتالي بخليها تصير اكتيف لانه هذا الانبيرد مولكيول دائما بدور على مولكيول ثاني، عفوا الكترون ثاني يصير له بيرنج عشان يوصل للاستابيليتي، فبضله اكتيف لحد ما يلاقي الالكترون الثاني يصير له ستابيلايزيشن. في كمان انواع ثانيه زي الايونيك انترميديتس، كربونيوم ايون اكزامبل، والنوع الاخير اللي بنحكي عنه هو الانزيم سبستريت كومبلكس اللي هو حيدخلنا على موضوع الانزيمز بالجزء الثاني من هذا التشابتر. اوكي، وهذا قلت لكم الرابط العجيب اللي بيناتهم، انه موضوع الاكتيف انترميديت هو جزء اساسي من الانزيم رياكشنز، انزيماتيك رياكشنز، لانه بصير في عندنا شيء اسمه انزيم سبستريت كومبلكس حنحكي عنه لاحقا. فهلا بدنا نحكي، قلت لكم قبل شوي انه ليش كثير اوقات الفيرست اوردر رياكشنز بالذات ببينوا انهم اليمنتري رياكشن، بس هم فعليا ما بكون اليمنتري رياكشنز. شوفوا هلا هذا المثال يعطينا انه في عندي ريت اوف رياكشن للاي مثلا اي منتج اي كي في سي اي. اوكي، هلا شو اللي بيصير؟ انه يكون عندي رياكتنت واحد، لكن هذا الرياكتنت بيحتاج انرت. اوكي، واحنا بنعرف ان الانرت شيء خامل موجود ببيئه التفاعل، لكنه لا بتفاعل ولا بتغير فبضله زي ما هو. فاللي بيصير انه كثير اوقات هذا الانرت بيكون ضروري لهذا التفاعل عشان يتم، وكثير اوقات الناس بيصيرون الباحث بدور يا رب طب هذا التفاعل مره عملته زبط، المره الثانيه عملته ما زبط، ليش؟ بيكون في عندنا الانرت مش موجود وهو مش عارف انه هو الشيء الاساسي في التفاعل.
هلا هذا التفاعل لو طلعنا عليه عم بيكون في عندي الرياكتنت اي بيصير له كولاجين مع الانرت هذا الموجود في بيئه التفاعل، بيعمل له اكتيفيشن للاي، مثلا عندي تو مولكيولز بينات تو اتومز بينهم بوند معين، مثل الاكتيفيشن تطول هاي بتصير فايبريشن بتصير كاينتيك انرجي كذا مزا، فاللي بيصير انه بصير اكتيفيشن بتحول الاي لايستر والانرت بضلوا زي ما هو. فلاحظوا اذا هذا بيشبه كثير اللي شفناه قبل شوي، لو كان تفاعل اي بيعطينا بي زائد سي، نفس الشيء الاي بده يتفاعل مع الانرت اي، مثل قبل شوي كانت اي مع اي، متذكرين قبل شوي كيف كانت الميكانيزم، هون اي مع اي بصير الاكتيفيشن للاي بصير اي ستار والانرت بضلوا زي ما هو. برضه هذا التفاعل ريفرسبل رياكشن، فالخطوه الثانيه هي بس ريفرس للخطوه الاولى، وبعدين الاي ستار مجرد ما صار له اكتيفيشن بيصير له هلا بتحول ديكومبوزيشن للبي والسي اللي هم الرياكتنت البرودكتس تبعتنا. فلاحظوا لو مشينا بنفس الخطوات اللي مشينا فيها قبل شوي خطوه خطوه وعملنا اشتقاق للريت لو النهائي حيطلع معنا بهذا الشكل. هون كي1 في كي3 في سي اي، الانرت في سي اي على كي3 زائد كي2 في سي اي. الكونسنتريشن للانرت شماله كونستانت ثابت، هو انرت لا بتغير لا بيقل لا بنزل هو ثابت. فلاحظوا انه كل هدول الكونستانت او كل هدول السيمبلز عباره عن كونستانت، الكي1 والكي3 اذا كان عندي كونستانت تمبرتشر والكونسنتريشن للانرت، وهذا كي3 كي2 وسي اي، ففعليا كلهم عباره عن كونستانت، فعليا كانهم كلهم هم هاي الكي اللي احنا شايفينها. هو هذا التفاعل نون اليمنتري، بس بسبب انه هو موجود بيصير له اكتيفيشن بوجود انرت بيبين لنا انه هو اليمنتري، تمام؟ فعشان كثير اوقات بتشوفوا فيرست اوردر رياكشن بقول لك انه فولوز اليمنتري ريت لو، ما بقول لك اليمنتري رياكشن انه فعليا هو نون اليمنتري رياكشن لكنه فولوز اليمنتري ريت لو بسبب هاي الظاهره، ظاهرة الانتر اكشن بين الرياكتنت والانرت الموجود عندنا في الرياكشن ميكستشر، تمام؟ وضحت الفكرة هون؟ اي سؤال او استفسار؟ طيب نكمل على اخر نقطة هون نحكي عنها، اللي هي كيف اوقات برضو احنا من شوي حكينا انه بعض الدلالات اللي بتعطي الساينتست او الريسيرشر دلالة انه هذا تفاعل الالمنتري ولا نان الالمنتري. هون في شيء ثاني، هون اللي عم بيصير انه هذا التفاعل اللي هو الاكسديشن للان او عشان تحول ان او 2 موجود، هذا في بروبلم 7.5 في الفورث اديشن. هذا لما عملوا الاكسبيرمنت ودوروا على الريت لو تبعه طلع الريت لو كي في سي ان او سكوير في سي او سكوير، اوكي؟ فهون لما تطلع مقارن بين الرياكشن السيكومتري رياكشن والريت لو حنلاقي انه الالمنتري. بس يا جماعة هل منطقي؟ بدي واحد يجاوبني هلا، بدي واحد منكم يتفاعل معي. عمركم تتخيلوا انه ثلاثة مولكيولز يتفاعلوا مع بعض اللي هم 2 NO 1 أو 2 يتفاعلوا الثلاثة مع بعض ويكونوا المنتج برضو خطوة واحدة؟ هل هذا الشيء برأيكم منطقي؟ وارد مش وارد؟ شو رأيكم؟ حدا يجاوبني. شو رأيك يا فرح؟ هل ممكن انت يعني من خبرتك من الاسماء اللي سمعتيها او شفتيها ممكن تتخيلي انه ثلاثه مولكيولز يتفاعلوا مع بعض بنفس اللحظه يكسروا بونز ويكونوا بونز جديده بنفس الخطوه ويكونوا البرودكت؟ لا لا. لا لا لا. اذا صح هو شكله اليمنتري، بس يعني كثير صعب علي انا كساينتست خصوصا انه الموضوع يعني دائما بيكون بيطلع من الخبره انه اتقبل انه هذا اليمنتري، اوكي؟ هلا صار في دلاله ثانيه، هلا مين بذكرنا؟ شو علاقه شو كان ارهينيس لو؟ خالد يا خالد، شو رايك بارهينيس لو؟ شو كان يحكي لنا؟ حدا يذكرني شو كان يحكي أرهينيس لو؟ أي حدا يعمل ريز هاند يا جماعة، معلش حتى أي حدا متذكر. دكتورة كان يحكي إنه الـ rate of الـ K الـ constant reaction يعطيني فاكتور اللي هو الـ A في exponential للـ activation energy على الـ R في T اللي هو الـ gas constant في الـ temperature. تمام، سالب ولا موجب الاكسبوننشال؟ سالب طبعا. سالب. طيب معناته انا لما زيد التمبرتشر شو بصير بالكي؟ لما زاد التمبرتشر حسب ارهينيس لو حتزيد الكي المفروض، صح؟ بالتالي الريت لو شو بصير فيه؟
كقيمة ريت؟ قيمة ريت راح يصير سالب، راح يزيد برضو عادي صح؟ هيك الأصل. الأصل إنه إحنا عادة لما نحاول نرفع الريت في رياكشن إحنا عادة هيك برضو رجع شوي هيك بذاكرتكم للرياكشن، إحنا الهدف دائما بدي الريت لو، لأنه أنا بدي أعمل تسميم للرياكتر. الرياكتر بحتاج الريت لو عشان أشوف شو الحجم اللي بحتاجه أو شو الريزيدنس تايم بحتاجه. كل ما كان الريت لو أسرع أو قيمته أعلى، كل ما قل الحجم تبع الرياكتر، كل ما احتاجنا الريزيدنس تايم أقل، التاو إذا متذكرين. أوكي هلا، فبالتالي كثير اوقات اذا انا بقدر ارفع التمبريتشر، اذا ما بعمل دي كومبوزيشن بطريقه ثانيه برفع التمبريتشر. كل ما بقدر ارفع التمبريتشر اكثر بكون عندي احسن. ليه؟ لانه بهاي الحاله لما برفع التمبريتشر معناته بزيد الريت اوف رياكشن، معناته بحتاج فوليوم اوف رياكتنت رياكتر اصغر، بالتالي بوفر على حالي تكلفه. تمام. هلا هون بهذا التفاعل بالذات لما رفعوا التمبريتشر وقاسوا الريت اوف رياكشن لقوا انه العلاقه عندهم ايش؟ عكسيه، which is definitely معناته اكيد اكيد في شيء غلط، اكيد اكيد هذا التفاعل مش elementary reaction. تمام. لانه احنا متعودين وبنعرف انه التفاعل بشيء طبيعته انه لما ازيد التفاعل التمبريتشر راح تزيد الريت اوف رياكشن. طب شو اللي عم بيصير هون؟ معناته اكيد في شيء مش مفهوم. فهذا ادى في الساينتست انهم يعملوا بحوثات اكثر، يفهموا اكثر هذا التفاعل، ويعملوا سجستشن للميكانيزم اللي ممكن انها تفسر لي هاي الظاهره. فشو صار؟ إنه هذا التفاعل طرحنا أو اقترحوا ميكانيزم معينة، إنه لاحظوا أنا عندي التفاعل عبارة عن 2 مولكيز من NO مع 1 مولكيز من O2، دعتون 2 مولكيز من NO2. فقالوا إنه التوقعات إنه هذا الـ 1 مولكيز من NO بتفاعل مع 1 مولكيز من O2 بشكل ريفرسبل، هي 1 و2 بشكل ريفرسبل، بيعطوني إشي اسمه NO3 star active intermediate. تمام؟ بعدين هاي التفاعل ريفرسبل، هاي الفورورد، هاي الريفرس رياكشن. بعدين هاي الـ NO3 star بتفاعل مع المولكيول الثاني من الـ NO وبيعطيني المنتج النهائي اللي هو 2NO2. اوكي فلاحظوا اذا انا جمعت التفاعل الاول والتفاعل الثالث راح يطلع معي NO زائد O2 زائد NO3 star زائد NO، يعني 2NO O2 NO3 star بيعطيني NO3 star و2NO2، راح تروح الـ NO3 star مع NO3 star معه. صح، هاي الميكانيزم تعطيني الـ overall reaction اللي هو 2NO زائد O2 بيعطيني 2NO2. أوكي؟ فكتبوا هاي الميكانيزم واشتقوا الـ rate law الناتجي منها هون. هلأ بنجي نعمل نكتب الـ rate of formation للـ RNO2. أوكي؟ ولاحظ الـ K3 هون ملاحظة إنها مكتوبة بدلالة الـ NO3 star، يعني الـ K3 مضروب في الـ NO3 star في الـ NO. فهلأ شو بدي أساوي؟ زي ما شفنا عملنا قبل شوي، كل خطوة من هدول الخطوات اوكي اكتبها الريت لو الها، لانه عباره عن اليمنتري ستيب. فبقدر دايركت اقول انه ال R1 لل NO3 هي عباره عن NO3 star، هي عباره عن K1 في ال NO في ال O2، الكونسنتريشن لل NO في الكونسنتريشن لل O2. الخطوه الثانيه ال RNO2 لل NO3 star، ليه عم نركز على NO3 star؟ لانه هو عباره عن اكتيف انترميديت، بالاخر بدي اقول النت ريت له بتساوي صفر. بهاي الحاله ان NO3 star عباره عن رياكتنت، فبالتالي سالب K2 في CNO3 star. والخطوة الثالثة K3 ضرب الـ NO3 star في الـ NO، طبعا سالب برضو لأنه عبارة عن رياكتنت. هلا احنا شو بدنا؟ خلينا ببالنا ما نضيع واحنا ماشيين، ما ننسى احنا شو اللي بدنا اياه. انا بطلع الـ rate of formation للـ NO2 عشان اشوف هل هي فعلا تطلع معي بهذا الشكل ولا لا. فالـ rate of formation للـ NO2 اذا شفنا الميكانيزم اللي عندي هاي، وين NO2 مكون؟ بالخطوة الثالثة. معناته إذا بدي أكتب الـ RNO2 هي عبارة عن 2، لأن هاي هون الـ2 موجودة في الـ RNO3 star، لكن سالب لأنه هاي العلاقة بين الـ rate للـ NO2 والـ rate للـ NO3 star، هي NO3 star على سالب 1 بتساوي NO2 star على موجب 2، فبالتالي NO2 عبارة عن 2 في سالب NO3 star. أوكي؟ ممتاز. هلأ أنا بدي الـ RNO2، لاحظوا انه ايش طلع معي؟ 2 في ماينس R3NO3 star. الماينس R3NO3 star هيها موجوده هون، عباره عن K3 في CNO3 star في CNO. CNO ما عندي مشكله فيها، عباره عن الاكتيف، بقدر اقيس الكونسنتريشن الها، لكن عندي مشكله هون ما بقدر اقيس الكونسنتريشن الاكتيف انترميديت. فبدي الجا هلا للسودو سيدي ستيت هايبوثيسز واقول ان النت رياكشن ريت فور NO3 star بتكون بتساوي صفر، واللي هي مجموع هذول الثلاث مع بعض اللي بيساوي K1NO في O2 ناقص K2NO3 star ناقص K3NO3 star في NO. فهذا كله حسب الـ PSSH بتساوي صفر،
برتب المعادلة بحيث إنه تصير الـ NO3 صار على جهة، وأكتب بدلالة الـ components concentration التاني بقدر إني أقيسها اللي هي الـ NO والـ O2. طلعت معي بهذا الشكل، بأخذها وبرجع فيها على الـ RNO2 اللي قلها بتساوي minus 2R3NO3 star اللي بتساوي 2 في K3 في NO3 star في NO، اللي بدقيمها الـ NO3 star هاي وأحط مكانها هذه الـ concentration term، بحطها هون بطلع معي شكل الـ RNO2 بتساوي 2K3K1NO2 squared O2 على K2 زائد K3NO. هل طلعت نفس اللي شفناه قبل شوي؟ لا ما طلع نفسها، طلع في عندنا مقام وفي إشي هون مجموعين مع بعض. معناته إيش؟ معناته صح، لكنها متى؟ في ظروف خاصة. هلأ هاي بتطلع نفسها اللي شفناها قبل شوي لو كان المقام هون ما في هذا التيرم أو ما كان في NO. أوكي؟ فمتى بتكون الـ K3NO مش موجودة؟ في حالة إنه الـ K2 أكبر بكثير من الـ K3NO. فإحنا معناته هذا التفاعل بدلنا على إنه الـ K2 أصلاً بهاي الحالة هتكون أكبر بكثير من الـ K3NO، وبالتالي هذا الترم is negligible. معناها إنه الـ RNO2 بقدر إني أقول بتساوي 2 في K1 في K3 على K2 ضرب الـ NO squared في الـ O2. تمام؟ لاحظوا هلأ في عنا 3 rate constants موجودة هون، K1 وK3 وK2، كل واحدة لها elemental step مختلفة. فبالتالي بقدر استخدم Arrhenius law واكتب هذول الـ rate constants بدلالة الـ temperature عشان اشوف شو هالعلاقة، شو ليش طلع عندي الـ NO2 بتنزل لما تزيد الـ temperature عكس المتوقع. فبكتبها هون K1 وK3 وعلى KT، فبطلع معي انه الـ exponentials لما بلمهم مع بعض بطلع معي E2 minus E1 زائد E3. لو كان هذا الرقم بالسالب زي Arrhenius law نتيجته بالسالب معناته زيادة الـ temperature راح تزيد الريت، اوكي؟ لكن هذا القيمه مجموع ايش مالها موجبه، موجبه معناته ايش؟ معناته الاي 2 اكبر من الاي 1 زائد الاي 3. معناها هون هذا الحكي بدلنا احنا انه فعلا الريت كونستانت عم بيقل مع زياده التمبريتشر، وبياكد لي موضوع الكي 2 اكبر بكثير من كي 3 في ان او، لانه اصلا الاي 2 اكبر من الاي 1 زائد الاي 3 مع بعض. تمام؟ فأكيد الـ K2 حتكون أكبر من الـ K3 حتى ضربها في الـ concentration تبعت الـ NO. فعشان هيك أنا الـ overall rate of reaction بشوفها إنه عبارة عن elementary، إنه والله CNO مرفوع على قوة 2 والـ O2 مرفوع على قوة 1 وفي عندي هون constant 1 صح، لكن فعلياً في ملاحظة شافها العالم انتبه عليها أكد بيانت له إنه هو non elementary، ولما درسوا الـ activation energies لك هذول الـ steps لقوا فعلاً إنه الـ E2 أقوى من مجموع الـ E1 زائد الـ E3، وبالتالي اكد موضوع انه الكي 2 لازم تكون اكبر من الكي 3 ان او عشان هيك تاثيرها هون ما عم يبين. اوكي، وبطلع شكل الرياكشن كانه ايش؟ المنتري رياكشن، وايل في عندنا ظاهره هون اساسيه انه كل ما زيد التمبريتشر عم بتقل الريت لو او قيمه الريت رياكشن. اوكي، ف يعني كل هذا الحكي بيعلمنا انه احنا كانجينيرز لازم نكون دائما منتبهين، لازم نكون دائما يعني مركزين في اي ملاحظه غريبه ممكن نلاحظها، انا ممكن تدلنا لعلم جديد، ممكن تدلنا لمعلومه جديده، ممكن توسع لي افاق توصلني لنقطه انا ما كنت بتخيل قبل اني اوصلها. تمام، هذا الحكي كله حتقولوا لي هلا يا رب طب كيف يعني احنا هلا بدنا نعرف نكتب هاي الميكانيزم، من وين نجيب هذا الاختراع؟ يعني اوكي انتوا اعطيتونا هالريت لو، كيف بدي اخترع هذا الاختراع؟ من اجيب هاي الافكار؟ تمام، انا بقول لكم تفضل دكتور اعذريني بس المحاضرة خلصت من خمس دقائق، في محاضرة ثانية بلش. تمام، هلا حنوقف هون، ما هذا لسه كنا ننهي فيها، حنوقف هون، المرة الجاي حنشوف كيف احنا رح نستخدم كيف حنتعلم كيف احنا من الريت لو هذا اللي احنا شايفينه هون رح نقدر انه نكتب هاي الميكانيزم، وبعديها نرجع نشتق مرة ثانية ونأكد على انه والله هاي بطابقها او ما بطابقها. اوكي؟